قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستجري مناورات بحرية عسكرية اليوم، وأيضا قالت إن تدريباتها ستتم في المحيطات الأطلسي والهادئ إضافة إلى بحر عمان. وفي ذات السياق أفاد مسؤول في القوات المسلحة الإيرانية أن بلاده والصين وروسيا بدأت تدريبات بحرية مشتركة هي الثالثة من نوعها بين الدول الثلاث. ينضم إلينا حازم كلاس مراسل عربي من طهران. إذا حازم، هي ليست المناورات الأولى من نوعها، ما الجديد فيها؟ بالفعل صبا، هي للعام الثالث على التوالي تنفذ إيران وروسيا والصين هذه المناورات التي باتت تعرف باسم الحزام الأمني. هذه المناورات هذه المرة واضح تماما أنها تحظى بأهمية أكبر، ربما نظرا للمستويات التي يمكن النظر من خلالها إلى هذه المناورات. أولا من الناحية العسكرية، هذه المناورات هذه المرة فيها عدد أكبر من القطع البحرية سواء الروسية أو الصينية أو الإيرانية، نطاق واسع 17 ألف كيلومتر مربع المساحة التي تنفذ عليها المناورات التي بدأت صباح هذا اليوم شمال المحيط الهندي وفي بحر عمان. عسكريا هناك تدريبات على استهداف، بطبيعة الحال على استهداف أهداف محددة مسبقا، وعلى اتخاذ تشكيلات هجومية من قبل القطع البحرية المشاركة للدول الثلاث. تهدف المناورات عسكريا بحسب ما أعلن من قبل وزارة الدفاع الإيرانية ومن قبل المتحدث باسم هذه المناورات المشتركة إلى الحفاظ على خطوط التجارة الدولية، إلى مواجهة القراصنة أيضا والإرهاب البحري حسب تعبير المتحدث باسم هذه المناورات، وأيضا بطبيعة الحال القيام بتدريبات على عمليات الإنقاذ. نعم. ولكن أيضا على المستوى الاستراتيجي تحمل هذه المناورات أهمية كونها الثالثة كما ذكرت خلال 3 سنوات، وهذا يؤكد التعاون المستمر بين إيران وروسيا والصين في إطار تشكيل تحالف ما أو تعاون ما. على المستوى السياسي، تزامن هذه المناورات مع مفاوضات فيينا يحمل دلالات بطبيعة الحال، وأيضا أنها تأتي بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو وزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين. من طهران، حازم كلاس.